يا ستي أنا شايفة طلاق حازم ونايا قدام عيوني، مثل ما أني شايفتك قدامي هلأ. دخلك على أي أساس؟ ملكو عايش معه وببيت لحالهم وعين الله عليهم. عين الله عليهم. يعني قد ما ضل مزعل أبوه، قديش بده يزعله؟ شهر، شهرين، ثلاثة، وبعدين؟ يا ستي في رجال إذا حبوا وحدة بيحاربوا أهلهم كل العمر. صح، مزبوط حكيك، بس مو حازم، مو حازم اللي أنا بعرفه. صدقيني يا عصمت، حازم ونايا رجعانين لحضن عمي عاصم، معززين، مكرمين، هذا الشي شايفته قدام عيوني، وبكرة بتقولي ماريا قالت. يا لطيف، يا لطيف، أنت شو متشائمة؟ مو معقولة أنت؟ خلصنا، قلت لك حازم رح تاخديه مني، شو بدك أحسن من هيك؟ يعني باين على سامر منى والخير. عفوا سيد حازم، انت عن شو عم تحكي؟ بدور انا وحازم عم نحكي. عمتي انا مش جاي اعمل مشاكل وما بدي حدا يزعل مني، بس جود ما حدا يقرب منه. طيب ليش ما بتتفاهموا انتو سامر منشان جود؟ ماما عشو بدنا نتفاهم؟ يا نايا يا حبيبتي، سامر من حقه يشوف جود، من حقه ياخده يجيبه ويطلعه مشاوير، نرضينا ولا ما رضينا؟ بالاخير هو ابوه. ابوه هو اللي يا بنتي امك عم تحكي من شانك. تفاهموا احسن ما يصير فينا مثل ما عم يصير هلا. بعدين لما بتعرفي ابنك باي ساعه رح يطلع وباي ساعه رح يرجع، مو احسن الك من فوران هالقلب يلي عايشه فيه؟ حذرتوا انتوا الاثنين، جود بده يعيش عنا، وإذا تكرمنا نحن على نايا بعدين نخليها تشوفه بالأسبوع مرة أو مرتين. أبونا ده بشوف هيك علي، ما في قوة بالدنيا رح تبعدني عنك، لا نايا ولا حازم ولا حدا. اللي امي يعني خلاص ما بقى في مجال، جود ضاع وخلاص. لا لا ماما، ما فيكي تعتبريه ضايع. جود مع سامر. يا لطيف شو صار فينا؟ كل هالمصايب نزلت على راس هالعيلة. أمي أنت محامي كبير، يعني ما في هيك مجال تلاقي لنا شي تخريجة يضل الولد معنا؟ بعدين كتير صعب إنه الأم تفارق ابنها، لاقي لك شي شغلة. يا ست الكل، أنا كمان زعلان على جود، بس العواطف شي والقانون شي تاني. يعني شو ما كان موقفنا لازم ناخد بعين الاعتبار إنه نحن قدام حالة انفصال اثنين، وهدول اثنين عندهم طفل واثنيناتهم عم يطالبوا بحضانته، وللأسف يعني موقف نايا كتير صعب، ما نو سهل، موقف ضعيف كتير مقارنة بموقف سامر. طيب يعني انت كمحامي ما بتقدر تلاقي بالقانون شي طريقة مثلا انه تبعده نهائيا عن جود؟ القانون واضح ومواده مشروحة ومفصلة بهذا الشأن بكتير وضوح، يعني للأسف ما فينا نغير فيها ولا نلاقي نقطة ضعف. أحلك شغلة أمي، نايا تزوجت وبالتالي الحضانة بتروح لأمها، ونايا ما عندها أم. الحضانة لسامر بالتأكيد إلا إذا هو تنازل عنها، أو إذا نحن قدرنا نثبت أنه سامر غير مؤهل لهي الحضانة، وحتى بهي الحالة بتروح الحضانة لأمه لسامر. يعني بالنتيجة جود رح يضل مع سامر وأهله. يعني خلاص وصلنا لطريق مسكر، ما عاد في مجال. للأسف. يا حرام يا نايا، يا حرام شو عم يصير فيها هالبنت.